صلوا على رسول الله. دار الكرامة أحلى وأجمل الملابس لجميع أفراد الأسرة. عروض الشتاء ابتداء من 1 نوفمبر حتى نفاذ الكمية. الموقع رأس الخيمة منطقة الذيب تحت جسر الاتحاد، وإلحق ما تلحق. تاخذ ملابس للشتاء، تبغي تسافر، تبغي تاخذ حق هدايا، تعال هني. شغلات جميلة وروعة جدا جدا، وبعضها للعلم ماركات. شوف هني غابة من الجاكيتات، تبغي حق البنطلون، تبغي حق الكندورة، تبغي طويل، تبغي قصير، كل شيء متوفر عندنا. تبغي الفخم، هذه ينباع مش أقل من 700-800 درهم برا. هني هو عبارة عن شو؟ عن جاكيتين في بعض، يعني داخل صدير يتسكر وأيضا اللي برا يتسكر. تبغي تسافر، هذا فخم، هذا يعطيك برستيج راقي. هذا 242 درهم، وخصم إضافي 15% إذا قلت أنا من طرف أبو خليفة على كل الأغراض اللي في المحل. تكشخ، تبغي تلبس، تعال هني، تعال، شيء خرافي. شوف الهودي، شوف الهودي والأسود والأبيض، شوف الموديلات. تبغي السادة، تبغي الملون، تبغي أشياء على رسومات، عليه كتابة، غابة من الهوديات. شيء فخام، ولا تنسى 15% خصم عليهم. وشوف شو اللي يميز هاي الفوانيل اللي ضيقة من فوق، الهاينك هذه، شوفوها، شوف النوع، وشوف هذه، وشوف هذه، ومش هذه، غابة من الفوانيل، ألوان على كيف كيفك. بتكشخ بدل، صناعة تركية ورخيصة جدا، على 200-220 درهم، وخصم 15%. تبغي الجاكيت بروحه، هذه الجواكيت على 100-120 درهم، وخصم 15%. في السلال هاي تشوفونها، هذه عليها تصفية، هذه أسعار 20-25-30 بس، وخصم إضافي 15%. قمصان على كيف كيفك، أصلية، هوديات، تيشرتات، كل شيء، كل اللي في السلال عليهم تصفية. صدقني مستحيل تدخل وما تشتري. جاكيتات النسائية من أروع وأجمل الجاكيتات، فخامة. تبغين القصير، تبغين الطويل، كل شيء متوفر، والأسعار كله تحت 100%، وخصم إضافي 15%. شوف الجاكيتات، هاي جاكيتات نسائية، تعال هني. شغلات حق السفر ما شاء الله تبارك الله، أشياء روعة وأشياء سفر في الشتاء، فخامة. تعالي، هذه القطعتين مع بعض، شوفوا ما شاء الله، بنطلون مع كذا، أنواع وأشكال. المحل كبير وضخم ويستحق الزيارة. ما أقدر أصور لكم كل شيء ما شاء الله، يعني كل مكان طالع كل جمال وكل خصومات. لات شتوية ما شاء الله، بدلة، مو شال تقريبا، مثل الشال وكذا. شوف 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 شوف، أغلى شيء 46 درهم، وخصم إضافي 15%. خاوير، عالم من الجمال والأناقة، كل يوم ينزل شيء جديد، والأسعار من 40-160 درهم بس، شيء مرتب، خامة طيبة. يعني شوفوا هذه الأم وبنتها على 88، وخصم 15%، ما شاء الله تبارك الله. لو أصور لك هذا اليوم باكر ترى مش موجود، ينزل شيء جديد. هني قسم العبايات ما شاء الله، أنواع وألوان وموديلات على كيفكم، وكل يوم يجيبون شيء جديد، وكل يوم شيء خطير. يعني على سبيل المثال الأكثر مبيعا هذه، هذه ما توقف. وكم سعرها؟ 90 درهم، وخصم إضافي 15%. هذه الشيلة والعباية، شوفوا شوفوا شوفوا، صور لي هني، هذه شيلة وعباية، وسعرها كم؟ 60 أظن، وكم؟ 112، هذه أغلى عباية، 112 أغلى عباية عندهم، وخصم إضافي 15%. ملابس المناسبات الوطنية الإماراتية كلها موجودة، للأولاد وللبنات، بس شيء مرتب. تعال هني، جاكيتات النسائية البناتية، شوف ما شاء الله، على 30-40 درهم أغلى شيء، وخصم 15%. شوف ما شاء الله، كأنها برندات عالمية. تعال هني، تعال هني قسم الأولاد ما شاء الله تبارك الله، جاكيتات على كيف كيفك، موديلات، أشكال، والأسعار مثل ما قلت لك 30-40-50 بس، وخصم 15%. جامات شتوية، هذه جديدة واصلة، هاي للبنات اللي هي المخمل، وعندنا تحت حق الأولاد، والأسعار بين 30-40 بس، وخصم 15%. هذه العباية ب 48 درهم، وخصم إضافي 15%. تعال شوف هني الفساتين عندنا، هذه كلها فساتين، فساتين نافشة، فساتين عادية، قماش، نوعيات حلوة، والأسعار 20-30-40-50. تعال صوب الثاني، تعال شوف ما شاء الله الأشياء الفخمة مثل هذه، ما شاء الله تبارك الله، شوف 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 الروعة، شوف الأشكال، عندنا كمية فساتين كبيرة، وخصم إضافي 15% أيضا. قسم المواليد، كل اكسسوارات المواليد موجودة هني، الأبرولات، الملابس، كل شيء موجود، الشتوي والصيفي. شوف هذا الطقم، شوف هذا الطقم ما شاء الله، شتوي ها، هذا ب60 درهم، وخصم إضافي 15% أيضا. قسم الأولاد أيضا اللي في السلال، في هوديات، في بناطلين، في تيشرتات، في قمصان، كل شيء تحتاجه. وهني هذا شغل التصفية،
يعني 5 10 15 20 بس اغلى شيء عندهم. تصفيه رهيبه جدا وملابس وبعضها ماركات وببلاش يا جماعه. رحانه موجوده، السراير حق الاطفال موجود، عندنا التروليات ان شاء الله تبين توام وتاخذين هذا ورخيص جدا، لا تنسين خصم 15%. عندنا حق الهدايا، شوف ما شاء الله هاي شغلات الهدايا الجميله حق البيبيات، شوف اطقم كامله على 70 و60 و30 و40 و20. عندنا هني التروليات، عندنا ايضا كراسي للسيارات الست كار، شوف هذا النوع هذا النوع هذا النوع حق الاطفال. عندنا ايضا بطانيات حق الهدايا، شوفوا ما شاء الله كل شيء تبغونه متوفر وكل شيء رخيص وكواليتي. تبغي تاخذ جواتي حق عيالك تعال هني، تاخذ اشياء كواليتي ورخيصه 10 و15 و20 تعال. اغلى شيء ممكن يكون 30 درهم، ايضا هني الرياضيه وغيره وشغلات الكشخه والاشياء الجميله، قسم البنات هني عندنا، شوف ما شاء الله، احذيه رياضيه واحذيه عاديه للمدارس وغير، كل شيء متوفر، كل شيء رخيص يا جماعه، وخصم 15% لمتابعين بو خليفه، تعالي تبغين تشترين جواتي نعل، هني الحلو، شيء حلو وشيء رخيص، جواتي الرياضه ايضا موجوده، حق السفر موجود، كل شيء عندهم، اي مكان تكون في الامارات تعال دار الكرامة في راس الخيمة، لف الصوب الثاني، تعال شوف شو عندنا، أحذية على كيف كيفكم، على الموضة، والأسعار 30 40 50، وعندنا هني أيضاً حق الدوامات، حق الغير، وإذا بغيتي حق الشتاء، عليش في هذا، حق السفرات الخارجية، شيء فخامة، جالي عجيب، عجيب وبضاعتهم عجيبة، أحذية هذه الرسمية، تعال، هني الرياضية وشغلات الكشخة هني موجودة، على الموضة، والأسعار بلاش يا جماعه، تعال بصدمك في الاسعار. تعال هني، تعال هني، تعال هني، شوف الموديلات، شوف الموديلات، شوف الموديلات، شوف الاشكال. شوف شو جايبين. اشياء روعه جدا جدا، شوف هني عندنا ايضا من الموديلات الحلوه هني. تعال هني. هذا المطلوب، شوف ما شاء الله. شوفهم، شوفهم، شوفهم. بعطيك اسعار اخر شيء، بس انا ارويك البضايع اللي موجوده عندهم. ايضا عندنا هني. شوف، شوف الاشكال. اشياء حلوه واشياء على الموضه وكلها شبابيه. هذه هالايام الشباب. كل حد يلبسها على البنطلون وعلى الكندوره، هذا كواليتي للعلم، نوعيه ممتازه جدا، شوف السعر 90 درهم وخصم 15%. انا اعطيك الاسعار، هذه الموديلات شوفها مثل هذا ب 89 درهم وخصم 15%، يا اخي كشخه وايد حلو. الطبق الارضي او تحت الارض المكان عجيب جدا، ادوات التنظيف بانواعها واشكالها، ادوات المنزليه ايضا بانواعها واشكالها، المحل كبير جدا ما اقدر اصور لك كل شيء، بس المكان يستحق الزيارة. نوصل إلى شغلات الشتاء والبر والقعدات الخارجية، الكوار أو المناكل بجميع أنواعها، أنواع التشولة من أكبر حجم إلى أصغر حجم ونوعيات كواليتي، عندك أيضا هالنوعيات، الحطب موجود، الفحم التايلندي، الفحم العادي المحلي موجود، الكراسي بأنواعها وأشكالها، عندنا أيضا الشنط حق الرحلات الخارجية، الليتات، كل مستلزمات البر والتخييم موجودة هني، والأسعار جدا طيبة وخصم 15% ايضا. انا في دار الكرامه في راس الخيمه، شوف الشغلات الجميله وتعال شوف شو عندي ما شاء الله تبارك الله، شوف هني شغلات التراثيه حق الكرك، حق القهوه، حق التركش كوفي، شو تبغي؟ جدور غير، حق الورق عنب، حق المقلوبه، كل شيء متوفر عنده ما عدا المواد الغذائيه، كل شيء موجود، ولا تنسى كل شيء عليه خصم وفوق الخصم في 15%، قول لهم انا من طرف ابو خليفه بس. المحل يستحق الزياره، هذه المده القديمه تراثيه، شوف ما شاء الله تقريبا 6 متر طولها، سعرها كم؟ 58، بعطيك شيء افخم واجمل. هذا ستيل للعلم ها؟ تخزن العيش، الشكر، الملح، اللي تبغيه. في احجام منه، بس صراحة شيء فخم، تعال. تعال دار الكرامة، أي مكان تكون، شوف ما شاء الله، شغلات المطبخ وشغلات كواليتي، شوف ما شاء الله السلل، حتى شغلات تخزين حق الثلاجة، هاي تحط فيها كورن فليكس، تحط فيها أغراض، بهارات، أي شيء، هذه حق العيش ها؟ هذه حق العيش ايضا، شوف ما شاء الله حق الصحون، تخزين بين الممرات، تعال هني. تعال هني، تعال هني، تعال هني، شوف ما شاء الله، شغلات تخزينيه جميله جدا ونوصل عند الدلال. الدلال بسعر التكلفه وفوقها خصم 15%، تعال شوف. هذا مثلا على 40. هني هذه الفخمه على كم؟ على 42 15%، تبغي الخاص؟ تعال لف ورا هني. تعال هني، هذا انا على 29، على 25 وخصم 15%، هاي على 25 درهم خصم 15%. تعال 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 شيء شيء التراثي الجميل، شوف ما شاء الله الذهبي موجود، الاحمر، الاصفر، شوف الاخضر ايش حالاته، وعندنا هذا وعندنا هذا وعندنا هذا. تبغي دلال ثانيه؟ تعال ما شاء الله غابه من الدلال، الالمانيه وغير ونوعيات كواليتي وفخمه،
ولا تنسى 15% على كل المحل، بس قول انا من طرف ابو خليفه. تعال هني، تعال 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 تعال، شوف الطقم، هذا الطقم، شوف الجلاصات غير، جلد مرتبه، فنايل القهوه، الصحون حتى غير، صحون جلد، كل شيء، ومعدل جلد مغلفه ب 99 درهم، قبل 150 درهم، الحين ب 99. هذا الشغل هني اللي تشوفونه في النص تصفيه عليه، ادوات منزليه، اطقم، شغلات كذا. فوق الخصم في خصم 20%، كل شيء هني 20%، كل الاطقم اللي تشوفها خصم عليها 20%. هذه اصغر مقشه، وهذه اكبر مقشه، وهذه اللي كنت انضرب فيها، تعرفوا لا ينغسل اشراعك. شوفوا هني الشغلات التراثيه الجميله موجوده هني، اصغر مهفه واكبر مهفه ايضا موجوده، شوفوا ما شاء الله، شغلات السعف وكذا والخوص والاشياء التراثيه كلها موجوده، الفنر عشان تزين المخيم وتزين قعداتكم الخارجيه موجود هني، صندوق التنك، شوف من اصغر حجم الى اكبر حجم، وخصم 15% لمتابعين ابو خليفه. هذا الباب الخلفي في مواقف اضافيه كثيره جدا، وحياك ومدخلك سيده على شو قسم الادوات المنزليه، عندنا الشغلات الجميله والراقي مثل هذه المداخن، وشوف عالم من المداخن الجميله والراقي هني.